بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فترى القوم فيها صرعى
والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى من يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله العظيم. الفاتحة.